بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن موضوع هو كبير شوية، بس هنحاول يعني ايه نلمه. Calcification of the urinary tract. A wide variety of calcification may develop in the urinary tract. We will discuss according to the position, orientation, shape, size, mobility, obesity, chemical composition. لما نيجي نسأل what is the most common cause of calcification within the kidney، أول حاجة طبعا النفروليسيس أو stones in the kidney is the most common cause of calcification within the kidney and represent about 12% of all calcification. About 1/3 of the patient with a first renal stone develop a recurrence within 5 years. Most urinary tract stones are composed of calcium mixed with oxalate, phosphalate or a combination of the two. الجدول ده يعني هنحاول نختصر بيه الكومبوزيشن بتاع الستون. الكومبوزيشن اول حاجه عندنا اكبر نسبه الهاي برسنتج اللي هي الكالسيوم اوكسالات، وهي يا اما مونو هيدريت يا داي هيدريت، ودي بتمثل 40-60% وبتكون ريتي اوبيك، والهاوس فيلت يونت بتاعها بتكون عالي جدا، بتكون 1000 ل 700 لغايه 2000 ل 800، وبيكون موقعها متولك تيس اوردر. اما الكالسيوم فوسفيت فما بيكونش فيها يعني ما بيكونش فيها وزاوت كوز، والهاوس فيلت بيونت بتاعتها بتكون 1200 ل 1600. برجايت اللي هي بتكون اباوت 2 ل 4% بيكون نسبتها قليله وبتكون ريتي اوبيك، وبرضه بتكون الهاوس فيلت بيونت بتاعتها بتعادل الكالسيوم اوكساليت. اليوريك اسيد ستون بتكون ريتي لوسنت ستون، والهاوس فيلت بيونت بتاعتها من 200 او 200 ل 400 هاوس فيلت يونت. ولذلك اي يعني اليورينري ستونز بيكون اقل نسبه فيه بنبتدي فيها من 200 هاوس فيلت يونت. الفاكتورز which cover stone formation، اول حاجه بري رينال كوز بيكون اوفر لودنج ساكتني وذ كريستالز، والرينال كوزز بيكون تيس اورترز ليدنج تو ستون فورميشن، والبوست رينال بيكون امبيرت درينج. Any process that creates stasis in the urinary tract may hasten the crystallization process and may be associated with development of urinary tract calculi. الكوسس بتاع الكالسيوم اوكسالات بيكون حاجتين، اول حاجه ايتيوباسيك، تاني حاجه تس اوردر في الاكسكريشن بتاع الكالسيوم والاكسالات واليوريك اسيد، بتكون يا اما هايبر كالسيوريا ويز هايبر كالسيميا، وتكون بتكون في في الفيرست هايبر برايمر هايبر باراسيروتيزم والسيركيوتوسيس والهايبر فيتامينوزيس دي والمالجنانت نيوبلازم، او هايبر كالسيوريا ويز اوت هايبر كالسيميا، بتكون ايتيوباسيك هايبر كالسيوريا وسيركيوتوسيس والمالجنانت نيوبلازم، او تيس اورتر في الاوكسالات ميتابوليزم زي البرايمري اور سكندري هايبر اوكسيلوجي. الستونز ار فورم ان سمول كافيتيز ساتش اس كاليسيال تايفرتيكيو are known as seed calculi. Other stones may be dispersed in a larger structure such as a cyst or hydronephrotic collecting system. أول حاجة عندنا ده منظر للشاك. Set stone ده بلين اكس راي شوت a shaky stone with a speculated margin. Another speculated stone with a smooth outline and mammillated surface. The plain X-ray showed multiple small retiobic calcular stones أو دي اللي بنسميها اللي هي seat of calculi. Intravenous urography showed a calcial diverticulum with multiple seat calculi inside. بلين اكس راي شوت مالتيبل ريتيوبيك كالكولار شاتوس الونج سلفت رينال ريجون. المنظر ده بيسمى ميلك اوف كالكولاي. ده ابرايت فيل شوت ايورين كالكولاي ليفل. توموجرام شوت اولت فايند سوفت تيشو ليجن في اللور بول باي الترا ساوند ات اس اسيست وذ مالتيبل هايبر تنس calcification inside.
في بعد كده عندنا 16 stones tend to be less rheobic than calcium stones because of their higher sulfur content that produces opacity. Stone composed of 16 may develop as a small stone or assume a staghorn configuration. The staghorn stones named because it resembles a stag's antler is usually composed of calcium mixed with magnesium, aluminum, and phosphate. Staghorn calculi form an infiltration of recurrent urinary tract infection associated with alkaline urine. These stones are often less opaque than pure calcium stones. Tablin X-ray, the staghorn stone with Bifid Bilfis. Another example of staghorn stone. Tomogram showed staghorn stone, but bilateral staghorn stone. تاني حاجة عندنا نيفروكالسينوسيس. يبقى قلنا أول حاجة الستونز in the urinary tract أو الستونز in the kidney، وتاني حاجة النيفروكالسينوسيس. سينيت رينر برين كامل كالسيفيكيشن. This calcification range from dissected to diffuse and tend to be bilateral. Nephrocalcinosis can be further subdivided by location into cortex or medulla. In either sides, calcification can be dystrophic or metastatic. Dystrophic calcification shows in abnormal tissue to follow at the site of ischemic, necrotic, or affected tissue. زي عندنا الابسس، الزنزو، جرانيوما بايلونفريتوس، الهيتاتيت، التي بي. الميتاستاتيك نيفروكالسينوسيس تفولب النورمال تيشو. الكوسس بتاع الميتالري نيفروكالسينوسيس، اول حاجه هايبر باراثيروتيزم، وبعد كده رينال تيبرار اسيتوسيس، والميتالري سبونش كيدني، والرينال بابيلر نيكروسيس. الاربع حاجات دول بيمثلوا حوالي 70% من الكوسس بتاع الميتالري نيفروكالسينوسيس. بلين اكس راي شوت مالتيبل بايلاترال سيفير تنس كالسيفيكيشن. ده حاله رينال تيبول اسيدوسيس ان شيلترن، وبتكون موست كومن اسوشيتد وذ ريكتس اور اوستوماليشيا، وبتكون الكالسيفيكيشن بتاعها سيفير وتنس. التراسونوجرافي شوت مالتيبل هايبر اوكوشونيك كالسيفيكيشن، ميدالري كالسيفيكيشن. تاني حاجة في الكوزز قلناها اللي هي المدار سبونش كيدني. المدار سبونش كيدني دي عبارة عن ايه؟ كونجنتال ديسيز. الكيدني ريبليست باي مالتيبل سمول نيومرس سيست. وبيكون افكت يا اما وان كيدني يا اما باي لاترال، ويكون يا اما افكت ذا هول كيدني اور كريتر بورشن. السيست دي عبارة عن بتكون مالتيبل ونيومرس وكونتين كالكولاي ان اباوت 80%. وبتكون connected with renal tubule وماي بي associated with other cystic disease في الليفر، بنكرياس، سبلين. دابلين اكس راي شوت مالتيبل سمول ميدالري كالكولاي. انترافينوس يوروغرافي شوت collection of calculi in the upper calyx. This is a cavity formation filling with contrast media. ودي حاجه بسيط نمونيك للمدار سبونش كيدني، بتكون عن فيها كافيتي فيلينج ويز كونتراست ميديا اند سمول كالكولاي. تاني حاجه عندنا اللي هي الرينال بابيلر نيكروزز، والكوز بتاعها بيكون حاجه اما انالجيزك نفروباسي، دايابيتس، سيكل سيل انيميا. الكريتس بتاعت البابيلر نيكروزز ده عندنا النورمال كيليكس. بعد كده في البابيلر نيكروسس بيحصل حاجه اسمها سنترال اكس كافيتيشن، او المنظر ده اللي هو البول ان تي. ثالث حاجه فرونسيال اكس كافيتيشن. رابع حاجه اللوبستر كوليو ديفورمتي. خامس حاجه الساينت رينج ابيرنس. سادس حاجه اللي هي السلافت بابيلي. انترافينوس سيروغرافي شوت multiple small collection of contrast media. دي اللي هي اللي احنا قلنا عليها اللي هي central excavation or bull and tee.
ده منظر تاني انترافينوس سيروغرافي شوت لبوستر كلوتي فورمتي اللي هو المنظر ده اللي احنا شايفينه. ده بلين اكس راي توموجرام. توموجرام ده شوت سلافت بابيلي. السلافت بابيلي دي بيحصل لها يا اما باست نيورين يا اما ريمين فري انساكيليكس يا اما كوسيروتيريك اوبستراكشن يا اما باست تو رينال بيلفيس اند فورمت كالكولاي. ده عندنا اهو السلافت بابيلي ادي البابيلي وايه بيبقى فيل ويز كونتراست ميلتي. بلين اكس راي شوت مالتيبل كالسيفيك فوساي انترافينس يوروغرافي شوت سايند رينج ابيرنس. سي تي يوروغرام شوت اللي احنا قلناها دي اللي هي السنترال اكس كافيتيشن اللي هي البروتروشن بتاع كونتراست ميديا. نفس المنظر. الكوسس بتاعت الكورتيكال نيفروكالسينوسيس اكيوت كورتيكال نيكروسيس وكرونيك كلوميرونفرايتس وكسيلوزيس وسيكل سيل ديزيز مالتيبل بايلاترال سمول دنس كالسيفيكيشن في سمول سايز تبوس كيدنيز دي كيس اوف كرونيك كلوميرونفرايتس وتبقى مالتيبل بايلاترال سيمتريكال كالسيفيكيشن برضه في سمول سايز كيدني. كالسيفيكيشن ان اسيست كالسيفيكيشن ويز ان اسيست وول اوكير ان ابروكسيمتلي 3% اوف سمبل سيست. انترا سيستيك كالسيفيكيشن از يوجوالي سين اند بريفرا اند از اوفن ديسكرايبد از هافينج ان اكشيل ابييرنس. ات از اوفن برومننت ان بيشنت ويز اوتوسومال دومينانت بوليسيستيك كيدني ديزيز. التراسونوجرافي شوت سيست وسن سيست ويز بريفر اوف ريم اوف فايبر اوكيشنك كالسيفيكيشن سيت نون كونتراست سي تي ات ذا ليفل اوف ذا رينال ريجون شوت ستون ان ذا رينال بيلفيس ويز سيست سيست وسن سيست ويز بريفر ريم اوف كالسيفيكيشن افتر بوست كونتراست ادمنستريشن ذير از نو انهانسمنت. دي ا كيس اوف هايتاتيد سيست. كورونال ريفورماتد ايميج اوف سي تي شوت ا سيك وولد سيك وان انهانسنج وول وذ سمول كالسيفيكيشن ان سالاترال وول. توموجرام شوت بريفرال ريم اوف كالسيفيكيشن. دي انذر كيس اوف هايتاتيد كالسيفيكيشن اوف ذا سيست display water fluid density with peripheral rim of calcification. وده calcified splenic vessel. ده another small calcification. ده pre and post contrast calcified cyst with no enhancement after post contrast administration. Calcification in a solid mass. Renal cell carcinoma is the most common primary solid neoplasm of the kidney and calcify in about 20% of the cases. Calcification may also occur in primary renal neoplasm, osteosarcoma of the renal capsule, or in metastatic lesion of the kidney. And very rare to occur in transitional cell carcinoma. The pure central calcification occurs in about 87% and peripheral calcification may occur in 20%. بلين اكس راي شوت مالتيبل سمول دوتس اوف كالسيفيكيشن سي تي ويز كونتراست شوت كالسيفايد ليفت رينال ماس ويز بريفرال ريم اوف كالسيفيكيشن ويز مالتيبل سمول بانكتيت كالسيفيكيشن. بلين اكس راي ان ا كيس اوف برايمري رينال سيل كارسينوما انتليتيك ميتاستاسيس اوف ذا بون شوت ان اكشيل كالسيفيكيشن.
renal vasculature may calcify in the presence of diabetes, hyperparathyroidism, or severe atherosclerotic disease. An incomplete ring of calcification seen over the central portion of the kidney should suggest the presence of an abnormal vascular structure such as renal artery aneurysm or arteriovenous malformation. Plain X-ray showed incomplete ring of calcification at the region of the renal hilum. Aortogram showed aortic aneurysm. البيشنت ده عنده diabetes. Plain X-ray showed multiple calcific foci over the main renal artery and intrarenal branches. Strophic calcification may also occur in subcapsular hematoma. The hematoma may calcify peripheral or central or on a mixed pattern. Sloughed papilla اللي احنا قلنا عليها قبل كده بتاعت البابيلا which may result from any cause of papillary necrosis may act as anitis for the development of calcification. Such calcification is usually triangular ring shaped or broken rim pattern. Plain X-ray showed calcified left renal mass. CT with contrast showed left calcified hematoma with on the other side right renal tumor. More extensive calcification may be seen within the renal collecting system or on some inflammatory condition within the kidney. Calcification in the kidney of the renal TB may be local or diffuse. The plain X-ray in end-stage TB kidney showed large calcification. That is a complete cast of calcification in the autonephrectomy kidney of the renal TB. Plain X-ray showed multiple calcific foci. Part of the case of TB. CT with contrast showed multiple calcific foci, non-functioning kidney, calcification within the parenchyma and the collecting system, peripheral for collecting system. Stack horn calculi associated with sensocranulomatous or bionephrosis may become fragmented and this fragmentation is often associated with enlargement of the kidney. Focal abscess may also calcify. Such calcification are sometimes referred to as parenchymal stones. Plain X-ray showed multiple fragmented stack horn stone. Intravenous urography showed normal left renal unit, enlargement of right renal unit with no excretion, and multiple stones which causing obstruction of it. They are a case of sensocranulomatous. Urethral calcification. The most common urethral calcification is a stone that has migrated from the kidney. Detection of the stone in the urethra depends on its size, position, and composition. Stone typically become impacted at point of anatomic narrowing in the urinary tract and may be difficult to detect when they overlie bone structure such as a sacrum by plain film. Stones may also form at the site of stasis within the urethra such as urethral diverticulum or a urethrocele. The plain X-ray showed a radiopaque stone in the pelvic region. Intravenous urography showed. ده اللي بنسميها السودو يوريتروسيل. ده dilatation of intramural part of the ureter and surrounded by a hallucinant اللي هي عبارة عن edematous second ureter. الحالة دي كانت عاملة قبل طبعا قبل الستون وما كانش فيها اللي هو السودو يوريتروسيل وفي another يوريتروسيل on the left side. After successful ESWL of large volume renal or urethral stones has been performed, the accumulated stone fragment may be identified radiologically as they pass through the ureter. So this collection of stone fragment is referred to as a Steinstrass stone.
CTUgraphy. هنتكلم عن CTUgraphy ان شاء الله في المحاضرة الجاية. ده normal left renal unit. في هنا obstructing piston في الرايت بلفي كيروتر. CTU associated مع theoretic في showed multiple stones in the lumbar ureter, left lumbar ureter, the in prone position, the another stone in the mid lumbar ureter, left mid lumbar ureter, fallopulus. In the pelvis, fallopulus may be mistaken for urethral stone. Urethral calculi usually have uniform urethral opacity and are often angulated along the course of the distal ureter. Fallopulus tend to be multiple and often are oblique central. Fallopulus in the gonadal vein in the upper abdomen may be resemble a stone in the upper ureter. This stone in the mid lumbar ureter. ده اللي بنسميها soft tissue rim sign. بيكون اليوريتر فيه بيكون ادمتس وسكند زي ما احنا شايفينه كده. على عكس الفلوبلس اللي هي التيل ساين اور كوميت ساين. ده البريفرال بارت اوف ذا بلفيك فين بيكون elongated في حالات الفلوبلس. مالتيبل ابدومينال فلوبلاي والسنترال هايبوتنس اريا بارتو دي كوسس اوف فلوبلاي كيسس اوف فلوبلاي. بلادر كالسيفيكيشن ان ذا يونايتد ستيت بلادر كالكولاي ار موست كومن سين ان اسوشيشن ويز بلادر اوتليت اوبستراكشن. Stump stone is an unusual bladder stone that initially forms in the diverticulum and extends through the communication with the bladder into the bladder lumen. Calcification within the bladder wall can be seen in patients with transitional cell carcinoma or rarely with other primary neoplasms of the bladder. Urothelial carcinoma is also commonly associated with tumor calcification, which typically occur in the, at the tomb of the bladder and may be identified on biliary ureterography. Foreign body within the bladder or elsewhere within the urinary tract may calcify in response to urine exposure. The plain X-ray showed calcified bladder wall and calcified lower end of the ureter. With the intravenous urography, calcified bladder and calcified lower end of the both ureter. A case of schistosoma, case of transitional cell carcinoma, calcified right lateral and posterior wall with a soft tissue mass in the anterior wall. Plain X-ray showed multiple retiobic calcular shadows in the pelvic region. CT in the pelvic region showed multiple vesical stones and multiple stones in the diverticulum. The bilateral diverticle. The another tumble bill retiobake stone in the plain X-ray. Schistosoma may produce neural calcification with typical thin pattern and may be associated with calcification in another portion of the urinary tract. The prostate gland may calcify and if enlarged may protrude into the bladder. CT showed calcification of the anterior wall. The another case, calcified bladder wall and dilated calcified both lower end of both ureter. The case of schistosoma. Another case, calcified bladder wall, calcified lower end of the right ureter. الارو ده كالسيفايت بوست سيمينال فيزيكال فاست ديفرنس اولي وكالسيفايت بوست سيمينال فيزيكال. وده نصر كيس في كالسيفايت بلادر وول انت كالسيفايت بوست لور انتس بوست يوريتر. كالسيفايت بوست سيمينال فيزيكال
intravenous angiography showed calcified post seminal vesicle. CT with contrast showed calcified seminal vesicle. Thank you.